السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في التتمة ديال لابارتي اللي عندها علاقة بالبروفيل والنوم. كيف ما شفنا في الفيديو اللي قبل حاولنا نشرحوا اشنو هما لي زيليمون نيسيسير اللي كيتكون منهم البروفيل والنوم، كيف ما شفنا لاتيتود تي ان ولاتيتود بروجي. في هذه الحصة هذه ان شاء الله غادي نوقفوا عند مسائل اخرى اللي هي الديستانس بارسييل والديستانس كوميلي، غادي نحاولوا نفهموا كيفاش كيتحطوا وكيفاش كيكون الكالكول ديالهم. واضح؟ دونك نبداو باول حاجه هي ديستانس بارسييل. ركزوا معايا الله يجازيكم بخير في هذه المساله. انا غادي نحاول نرسم واحد تري لو بحال مثلا بحال ما هكا. ركز معايا عافاك. هنا هادي قطعه ياك، كيف ما كتعرفوا راه كاملين كيعرفوا القطعه، الفرق ما بين القطعه والمستقيم. واضح مزيان. دابا قال لك ديستانس بارسييل وحط لي مثلا هنايا 12 هنا 20 هنا 10 5 8 كذا. دونك انا شنو غادي نفهم؟ دابا هنايا كاين القطع، في وسط القطع هذه كاين القطع. دونك الطول ديال كل قطعه او لا حنايا خصنا ندوب بمعنى اخر، دونك الطول او لا الفرق ما بين كل بروفيل وبروفيل شحال لا ديستانس بيناتهم. دونك ما بين هاد البروفيل هادي ولا بين هاد البوان وهاد البوان شحال لا ديستانس. دونك ما بين هنا وهنا مثلا نقولوا كاينه 5، ما بين هنا وهنا كاينه 10، ما بين هنا وهنا كاينه 32، ما بين هنا وهنا كاينه 7، هنا وهنا كاينه 2 مثلا، هنا وهنا كاينه 17. دونك ما بين كل بروفيل وبروفيل شحال لا ديستانس لي نورمالمون كاينه، فهمتي؟ يعني هذه كنسميوها حنايا ديستانس بارسييل. واضح؟ يعني شحال لا ديستانس اللي كاينه ما بين كل بروفيل وبروفيل. ياك مزيان. دابا خصنا نمشيو ونشوفو لا ديستانس كومولي. لا ديستانس كومولي غير انطلاقا من الاسم غادي يبان لك اننا خصنا نكوميليو، يعني خصنا نجمعو، فهمتي؟ يعني خصنا نجمعو. ولكن كيفاش الطريقه اللي كنديرو باش كنجمعو؟ هي كالتالي. كيكون عندي بحال مثلا انا باجي هكا، ها هما لي بروفيل ديالي هما هكا، سمحوا لينا زحمنا هادشي. دونك اول نقطه هي شحال هي هنا ياك، هي الصفر، ضو الصفر ديالي ياك. دونك شنو كندير؟ كندير هاد الصفر كنزيد عليه ديستونس بارسييل الاولانيه اللي هي 5 ياك. دونك غتكون عندي 5 هنا. عاوتاني هاد لا سوم اللي خرج ليا انا في الاولانيه هاد 5، بغيت نزيد عليه لا ديستونس بارسييل الثانيه اللي هي 5 زائد 10 اللي هي بتولي عندي 15. وبغيت نبقى كنعاود هاد المساله 15، بغيت نزيد عليها لا ديستونس بارسييل الثالثة اللي هي 15 زائد 32 هي 47. 47 عطاني باش نجمع 47 وبغيت نزيد عليها 7 اللي هي بتعطيني 54 ياك. 54 بغيت نزيد عليها 2 اللي هي 56، و 56 بغيت نزيد عليها 2 هادي 60، و هادي 73 يعني بتعطيني 73. عاودو نتقنو 60 73. دونك لا سوم او لا توتال ديال لي ديستانس من هنا حتى لهنا هو شحال؟ هو 73. دونك انني انا باش نعرف شحال الطول ديال هذاك لو بروفيل اون لون خصني نمشي للديستانس كوميلي ونمشي لاخر بوان. دونك مثلا الا قلت لك شحال لا ديستانس اللي كاينه ما بين بروميير بروفيل والبروفيل والديرنيير بروفيل، غادي تجي الاخر عدد كاين عندي في الديستانس كومولي وغادي تشوفو تقرا هنا كاينه 149. دونك الطول ديال البروفيل اون لون ديالي هو 149 متر، فهمتي؟ 149 متر. بالنسبه لهذه الحاله هادي عندي 73 متر. هادو درتو غير او هازار غير هكا غير اعتباطيا غير باش اننا نفهموا الفكره. واضح؟ حيت باش انني نفهم الفكره خصني ندير اي حاجه اللي توصل لك انت الفكره، كي كانت منظمه كي ما كانتش، المهم الحاجه اللي تبان لي كانه راها بسيطه لواحد الدرجه اللي هي كبيره. واضح؟ دونك شفنا ديستانس بارسييل هي لا ديستانس اونتر لي بروفيل،
ما بين هذا البروفيل وهذا البروفيل شحال كاينه، هذيك هي ديستانس بارسييل. ديستانس كوميلي هي لا ديستانس دو بروفيل 1 بلس لا ديستانس دو بروفيل 2. عاوتاني فاش كنمشي لاخر كندير ديستانس بروفيل 1 بلس 2 بلس 3 ونكتبها، نمشي للبلاصه الرابعه ندير بروفيل 1 بروفيل 2 بروفيل 3 بروفيل 4 ونكتبها، وغادي هكا. يعني ممكن انني الا ما بغيتش ندير هذه المساله هكا ونحط، ممكن ليا انني مثلا بغيت نكتب هذه كندير البروفيل الاول وكنحطو، بغيت ندير هذه بغيت نجمع البروفيل الاول مع البروفيل الثاني ونحطو، هنايا بغيت ندير البروفيل الاول مع البروفيل الثاني البروفيل الثالث ونحطو. عاوتاني جيت للبلاصه الرابعه ياك، نجي البروفيل الاول الثاني الثالث الرابع ونحط، عاوتاني هنا بروفيل الاول الثاني الثالث الرابع الخامس نحط، وهنايا كنجمع كل شيء وكنحطو. واضح؟ يعني هادو مسائل اللي هما بساطين، الله يجازيكم بخير، بساطين ما كيدوش الوقت بزاف، وانما عندهم واحد الدور كبير باش انني نقاد البروفيل ديالي. حيت راه الا ما كنتش ضابط هاد المسائل هادو، ما كنتش عارفهم لاش كيليقوا وكيفاش كيتكالكولاو، راه امبوسيبل، راه امبوسيبل انني نقاد البروفيل اون لون ديالي. ديروا في بالكم هاد المساله، امبوسيبل، المستحيلات انني نقاد مسائل بحال ما هكا ونكون انا ما عارفش، يعني ما يمكنش. واضح؟ دونك نمشيو للحاله الاخرى اللي هي النيميغوتاسيون ديال لي بروفيل. فهمتي فين كنحطو؟ كنجي كنحط هنايا هاد الديتاي هادي ديال فين كتحط والطريقه وداكشي، غادي نشوفوها كيفاش نبيو نقاد البروفيل اون لون ديالنا. دابا خصنا نعرفو غير هاد لي كاز هادو كل وحده شنو كتعطيني. قلنا نيميرو دو بروفيل، نيميرو دو بروفيل يعني نيميرو ديال البلاصه فين كاين البوان. فهمتي؟ مثلا قلنا كيف ما شفنا في الحصه اللي قبل درنا هكا، دونك هكا، دونك هنا ها هي بوان 1 بوان 2 بوان 3 بوان 4 بوان 5. هذا كنسميه بروفيل، وهذا بروفيل، وهذا بروفيل، وهذا بروفيل، وهذا بروفيل، يعني عندي 5 بروفيل. فهمتي؟ هما البلاصه منين كيطلعوا ليا هاد الخطوطه هادو، يعني عندي بيكون عندي 5 بروفيل. يعني بغيت نجيب نحط 1 2 3 طق طق، يعني هنا شحال كاين في الاخر كنشوف لا سوم ديال لي بروفيل، هما 11 ياك، يعني عندي 11 ديال لي بروفيل. واضح؟ الحاجه الثانيه الاخرى اللي هي بونت بروجي. بونت بروجي على حساب انا شنو عندي كيف ما قلت لكم في لالتيتود بروجي. مثلا عندي بوان وحده، يعني عندي كوت وحده لالتيتود بروجي، ممكن ما نكتبهاش كاع، ماشي ممكن ما نكتبهاش انا كاع، اولا نديرها ونكتب اشنو، ما غاديش ندير غادي ندير بونت بروجي ونكتب هنايا بلا وندير باليي. باليي سيتادير هكا، سيتادير بلا، فهمتي؟ مثلا كانوا عندي جوج، مثلا كان عندي دو بوين وعندي مثلا وحده هنا وحده هنايا، وكانت عندي مثلا لا كوت بروجي بحال ما هادشي، ما غاديش ندير هذا، غادي نحيدو وغادي نجر من هنا لهنا ونكالكولي شحال لا بوين، شحال البورسونتاج ديال لا بوين ياك. في هذه الحاله هذه حيت عندي بوين هنا وبوين هنا وعاوتاني تبدلت ليا لا كوت هنايا، يعني عندي جوج ديال لي بوين. ها تكالكولات هاد لا بوين هادي وتلقات فيها 1.7 ها هي فين تكتبات طالعه، كون كانت هابطه ان نبدلو هذا دابا ولي نازله هاك، وليني هي حيت طالعه مشات للفوق ياك. نفس الحاجه حتى هادي راها طالعه للفوق، ها هي طالعه للفوق وفيها 0.3 بورسونتاج، خصها تكالكولي حتى هي. واضح؟ مزيان. بالنسبه للاخرانيه اللي هي الينيومون اي كورب، هاد لاكاز هادي كتكون في لي غوت ياك، فاش كيكونوا عندنا دي بارابول، فهمتي؟ دي بارابول، شنو هما لي بارابول؟ المسائل غادي نشوفوهم في البروجي روتي. كيكون عندنا واحد الدروات بحال ما هكا، والدروات بحال ما هكا مبادلين، كنديرو لهم واحد لاخك اللي هو فيرتيكال هكا، حيت ما عمرك تلقى شي طريق دايرها، ما يمكنش ضروري تلقى واحد لاكورب غادي هكا كبارين تيكونو كبار الريون ديالهم، فهمتي؟ وكنحددوهم هنايا، تنديرو مثلا بارابول دو مثلا ديال الميل، فهمتي؟ ديال الميل ولا ديال 800 كدا، كنحددو هاد المسائل هادو، فهمتي؟ يعني شي حد الى جيتي وعطيتي هذاك البروفيل اون لون، يعني يبان ليه البروجي، يبان ليه كيفاش غادي، كيفاش غادي المسائل. ونورمالمون في لي بروجي ما كيكونش بروفيل اون لون واحد، ممكن يكونوا بزاف، فهمتي؟ على حسب البروجي قداش، واش كبير صغير كدا، كانت شي حاجه صغيره تيكون بروفيل اون لون واحد، كانت شي حاجه كبيره تيكونوا بزاف. واضح؟ يعني كخلاصه لالتيتود تي ان كنكتبوها بالخضر، وهي اللي كنكونوا جايبين من التيران،
لالتيتود بروجي هي لالتيتود اللي غادي يترياليز عليها البروجي، يا اما كتكون بلا يعني كتكون كوت وحده، يا اما تكون على شكل بونت او لا رومب يكونوا دو بوين او لا يكونوا اكثر، فهمتي؟ يكونوا اكثر كيشكلوا ليا واحد لاكو، كيشكلوا ليا واحد المنحنى بحال هكا. ديستانس بارسييل هي لا ديستانس اللي كتكون ما بين بروفيل وبروفيل. لا ديستانس كوميلي هي لا سوم ديال لي بروفيل. مثلا الا بغيت البروفيل الاول راه هي لا ديستانس ديال البروفيل الاول، بغيت البروفيل الثاني هي لا ديستانس ديال البروفيل الاول زائد البروفيل الثاني، بغيت ديال البروفيل الثالث هي لا سوم ديال لا ديستانس بروفيل الاول زائد البروفيل الثاني زائد البروفيل الثالث، هي اللي كنحطوا لا ديستانس كوميلي. وغادي هكا، وباش انني نعرف الطول ديال البروفيل ديالي كنمشي للديستانس كوميلي اخر بوين فيها كنشوف شحال فيها. مثلا هنايا كاينه 149، دونك توتال او الطول ديال هذا البروفيل اون لون ديالي هو 149 متر. النيميرو ديال لي بروفيل هو النيميرو ديال لي بوين اللي عندي انا في البروفيل، ولا بونت راه كتكالكولا وكنشد المنحنى ديالها كنطلعها كنديروها طالعه كانت نازله كنديروها نازله، كانت بوين وحده في لاكوت بروجي كنديروها بلا وصافي. بالنسبه لي كوب على حساب لي غوت كانوا دي بارابول راه كنديروهم، واضح؟ دونك نتمنى انكم تكونوا توفقتوا في الفهم ديال هذه المسائل هذو اللي هما مسائل مهمه، باش ان شاء الله في الحصه الماجيه نقدوا البروفيل لون دو ا ا زد باش ما باقيش يكون عندكم هذا الاشكال هذا. ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.